أعزائي مستمعي راديو مريم، صلوا معنا مباشرة صلاة الغروب، وسيكون هناك عظة للأنبا دانيال لطفي مطران إبرشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك من إكليريكية القديس لوون بالمعادي القاهرة مصر. صلاة مباركة للجميع. اللهم اجعلنا مستحقين أن ندعوك قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. يا الله الرحيم واهب الخيرات، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك في كل حال لأنك سترتنا وساعدتنا وحفظتنا وأشفقت علينا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا في سلام بمخافتك. باركنا وبارك شعبك وبارك موضعك المقدس هذا، أبعد عنا كل تجربة وكل شر، وارزقنا كل خير بنعمة ربنا يسوع المسيح، آمين. المزمور 50: ارحمني يا الله برحمتك وبكثرة رأفتك، امحو معاصي، اغسلني جيدا من اسمي ومن خطيئتي طهرني. أنا عالم بمعاصي وخطيئتي أمامي كل حين، إليك وحدك خطيت وأمام عينيك فعلت الشر. أنت صادق في أقوالك ومبرر في الحكم علي، وأنا في الإثم ولدت وفي الخطيئة حملت بي أمي. احفظ حقك في أعماقي وعرفني أسرار الحكمة، طهرني بالزوفة فأطهر، واغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام التي سحقتها. احجب وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا طاهرا أخلق فيا يا الله، وروحا جديدا كون في داخلي. لا تطرحني من أمام وجهك ولا تنزع روحك القدوس مني. رد لي سروري بخلاصك وأرسل روحك فتسندني. ويعلم العصاة طرقك والخاطئون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله أيها الإله مخلصي، فيرنم لساني بعدلك. افتح شفتي أيها الرب فيجود فمي بالتهليل لك. أنت بذبيحة لا تسر وبمحرقة إذا قدمتها لا ترضى. ذبيحتي لك يا الله روح منكسرة، والقلب المنكسر المنسحق لا تحتقره. صرخت إلى الرب فاستجاب لي. من شفاه الكاذبين يا رب ومن ألسنة الماكرين نجني. ماذا تعطى أو يزاد لك أيها اللسان الماكر، غير سهام جبار المسنونة وغير جمر حطب البطن؟ ويل لقربتي في ماشيك لسكنى في خيام قدار. طالت علي السكنى مع الذين يبغضون السلام. أنا بالسلم أنادي وهم بالحرب ينادون. هللويا. أرفع عيني إلى الجبال، إلى حيث يأتي عوني. عوني من عند الرب خالق السماوات والأرض. لا يدع قدمك تزل
لأن حارسك لا ينام. حارس إسرائيل لا ينام، حارس إسرائيل لا ينعس. الرب حارس لك، الرب ظل عن يمينك. فلا تؤذيك شمس النهار ولا يؤذيك القمر في الليل. يحرسك الرب من كل سوء، يحرس الرب نفسك. يحرسها في رواحك ومجيئك من الآن وإلى الأبد. هللويا. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. تقف أقدامنا هناك في أبوابك يا أورشليم. أورشليم المبنية كمدينة توحد وتجمع بيننا. إلى هناك تصعد الأصباط، أصباط بني إسرائيل، ليحمدوا اسم الرب حسب فرائضه لهم. هناك أقيمت عروش الحكام، عروش حكام بيت داود. اطلبوا السلام لأورشليم، قولوا ليسعد أحباؤك. ليكون السلام في أسوارك والسعادة في قصورك. إكراما لإخوتي ورفاقي أدعو لك بالسلام. إكراما لبيت الرب إلهنا أطلب لك الخير. هللويا. بارك يا رب. فصلا من بشارة القديس لوقا والتلمذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ أنت ابن الله، فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام، لأنها عرفت أنه المسيح. والمجد لله دائما. بسم الاب والابن والروح القدس، لله الواحد أمين. أبنائي وبناتي في كل مكان، إخوتي وأخواتي الأحباء، اليوم ونحن نتأمل في هذا الشهر المبارك، شهر قلب يسوع، تأمل معكم اليوم هذا التأمل بعنوان اسمه يسوع. بشر الملاك جبرائيل سيدتنا مريم العذراء بالحبل الإلهي قائلا لها: ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، يكون عظيما، ابن العلي يدعى. أحبائي، اسم يسوع كما قال القديس بولس في رسالته إلى فيلبي الإصحاح الثاني الآية 9 والآية 10، إن اسم يسوع يفوق كل اسم، هو الذي تكسو له كل ركبة مما في السماوات وعلى الأرض وتحت الأرض. اعتادت العائلات دايما تسمي مولودها الجديد، سواء كان ولد أو بنت، يسموها على اسم شخص مشهور. ممكن يكون الشخص المشهور ده هو لاعب كرة أو فنان، فنان في كل أنواع الفنون. ممكن يكون شهيد من الشهداء الوطن. ممكن يكون شخص سياسي مرموق، قاد ثورة أو قاد تغيير. ممكن يكون قديس أو قديسة. في الواقع بنسمي ولادنا وبناتنا على أسماء أشخاص مشهورين ما بنعرفش عنهم الكثير، لكن بنعرف أنه متفوق في جانب معين. فلاعب الكورة مثلا اللي بنسمي ابننا أو بنتنا ابننا على اسمه، إحنا ما نعرفش عنه حاجة غير أنه هو مشهور في الكورة، لكن ما نعرفش عنه سلوكه، حياته،
وحياته الاجتماعية، علاقته الروحية الدينية بربنا، لكن بس مجرد لأنه متفوق في مجال معين ده بيخلينا نحب اسمه ونسمي اسم ابننا عليه. وفي كل المجالات يعني إذا كانوا فنانين أو إلى آخره. يبقى حاجتين بيخلونا نسمي الطفل الجديد المولود على اسم الشخص ده: أولا تفوق الشخص في شيء معين، تاني حاجة حبنا إحنا لهذا الشخص. لهذه الدرجة بالفعل بنلاقي أسماء ولادنا وبناتنا هي أسماء لمشاهير فقط لأنهم اشتهروا أو تفوقوا في مجال معين. وماذا عن اسم يسوع؟ اسم يسوع، اسم يسوع اللي بيقول عنه القديس بولس في فيلبي: تكسو له كل ركبة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض. في سفر الأعمال اسم يسوع هو الاسم الذي دعي علينا، فهو الاسم اللي بياخده كل إنسان معمد بيحمل اسم يسوع المسيح، عشان كده بنسمى مسيحيين أو بيسمى كل واحد فينا إنه مسيحي. في الواقع اسم يسوع هو الاسم اللي بيحمل في داخله كل معاني الروعة والقداسة والجلال. هو مش متفوق في شيء واحد زي المشاهير، وإنما اسم يحمل كل معاني القداسة والجلال والروعة. الملاك قال لسيدتنا مريم العذراء إنه يسوع سيكون عظيما، هو ابن العلي، سيعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، يملك ولا يكون لملكه انقضاء. اسم يسوع، اسم يسوع معناه المخلص، يخلص. وهنا إذا بندور على جوانب كتيرة في هذا الاسم الرائع، الاسم العظيم، الاسم اللي بيحمل الجلال، فهنلاقي فيه الألوهية. بيشير إلى ألوهية المسيح الفادي لأنه مخلص. مين له القدرة على خلاص الإنسان غير الله وحده؟ لأن الكتاب بيقول أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. إذن اسم يسوع هو الاسم اللي بيحمل ويشير إلى الإله، إلى اللاهوت، إلى الفداء، إلى الخلاص. في سفر أعمال الرسل 4:12 بيقول: ليس اسم آخر تحت السماء ممنوحا للناس معطى للناس به ينبغي أن يخلصوا. مفيش اسم، مفيش شخص على الأرض هذا الاسم أو هذا الشخص أعطي للناس يخلصوا به إلا اسم يسوع. نعم، بين أسماء البشر في أسماء كتيرة جدا لامعة وبيبهروا الأبصار وبيبهروا الفكر كمان، عظماء، ملوك، أنبياء، قديسين، مشاهير، لكن كل هذه الأسماء تختفي وتختبئ أمام اسم يسوع، لأن كل هؤلاء لهم تفوق في مجال معين. أما اسم يسوع فهو كلي الصلاح، كلي القداسة. ولأنه كمان سبب تاني يخليهم يختفوا قدام اسم يسوع أو يختبئوا، لأنهم جميعا هذه الأسماء اللامعة والأشخاص اللامعة دي كلهم بيحتاجوا إليه، يحتاجوا إلى خلاصه الأبدي. في سفر العبرانيين قديس بولس بيقول عن يسوع: هو ضياء مجد الله، ضياء مجد الله الآب وصورة جوهره. ومن هنا في قانون الإيمان النقاوي القسطنطيني في اعترافنا بلاهوت الابن بنقول إنه نور من نور وإله حق من إله حق. اسم يسوع بيشير إلى أسمى عظمة وبهاء ومجد
يمكن لعقلنا البشري أن يتصوره. ليه؟ لأنه بيعكس حضور للإله المتجسد، هو بيشير للإله المتجسد المتأنس، الإله الذي صار بشرا صار إنسانا. إذن قدام اسم يسوع إحنا أمام مجد الله المتجسد، مجد الله اللي كان بيختبئ أمامه موسى ومش بيقدر إنه يقف قدامه، هذا المجد صار بشرا صار إنسانا ودعي اسمه يسوع. قديس بولس كتير جدا في رسائله ما بيقعد يكرر يسوع المسيح، المسيح يسوع، نعمة ربنا يسوع المسيح، عشق هذا الاسم. قديس يوحنا كان قديس بولس من العاشقين لاسم المسيح، بالرغم من انه خدوا بالكم يعني قديس بولس مش من الناس اللي عاصروا يسوع وعاشوا معاه زي التلاميذ الاثناشر او زي الجموع، لكن غير حياته، غير حياته من شاول الترسوس المضطهد الى بولس الرسول الكارز للامم. عشان كده بولس الرسول عشق هذا الشخص، عشق هذا الاسم. تلاقوا دايما في مطلع رسائله مش ممكن ابدا يبدا رساله الا ما يذكر فيها اسم يسوع المسيح او المسيح يسوع، ربنا يسوع المسيح. قديس يوحنا كمان عاشق لاسم يسوع وعاشق لشخص يسوع، لدرجه طبعا اكيد بيسموه يوحنا الحبيب. حبيب لمين؟ حبيب لشخص المسيح، شخص يسوع. هو اللي شاف في كل شيء على الأرض من خير، من عظمة، من بهاء، من صلاح، وأطلقوا على يسوع. فنشوفه في بداية في كتاباته عموما القديس يوحنا بيقول عن يسوع: هو الذي كان به كل شيء، بغيره لم يكن أي شيء، هو نور العالم، هو اللي بدأت به الحياة، هو حمل الله، هو عمانويل، هو خبز الحياة، هو الماء الحي، هو الراعي الصالح، هو الكرمة الحقيقية، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة. وبيديله بعض الألقاب الجديدة كمان في سفر الرؤيا، لما بيقول إنه هو بإضافة إنه هو حمل الله، هو المدبر، هو الذي يرعى شعبه، هو الألف والياء، هو البداية والنهاية. اسم يسوع. إذن اسم يسوع بيحوي هذا الاسم العجيب، جلال وبهاء الله. هو بيشير ويدلنا على لاهوت المسيح الفادي المخلص. اسم يسوع بيحوي أيضا لما بنذكره بيذكرنا بكل ما صنعه يسوع في حياته الأرضية لأجل الإنسان. هو المعلم الصالح اللي علمنا وأعطانا التطويبات، هو اللي علمنا عن الملكوت، هو اللي كشف لينا سر الآب وسر الملكوت بتعليمه بالأمثال، هو اللي كلمنا عن الابن الضال وعودته للأب الرحيم، هو اللي كلمنا عن فرح السماء بعودة الخاطئ كما يفرح الراعي بعودة خروف ضل ما بين 100 ويترك 99 ويفرح بالخروف الذي عاد. مش بس كمان علمنا بالأمثال، ولكن صنع لأجل الإنسان شفاءات. فحينما نذكر اسم يسوع بنتذكر شفاءات يسوع لينا. أبرأ الأبرص، فتح عينين الأعمى، شفى النازفة، جعل اليد اليابسة يد ممدودة، جعل الظهر المنحني مستقيم، أخرج الشياطين، حرر الإنسان من قيود الظلام.
ودي فرصة في هذه الأيام العصيبة والقاسية اللي بيمر بيها العالم وبيتمر بيها بلادنا من تداعيات فيروس كورونا وكل الأخبار السيئة اللي بنسمعها كل يوم للأسف. الناس اللي بيصابوا واللي بيدخلوا في رعب نفسي وقلق وتوترات هم وزويهم طبعا اللي انتقلوا وتوفوا بسبب هذا الفيروس اللعين. احنا بنعيش أزمة صحية طبعا جسدية ولكن أيضا نفسية. لكن أم لما بنذكر اسم يسوع أحبائي بنتذكر شفاءات المسيح، عشان كده خلونا في هذه الأيام نذكر يسوع دايما كل شوية، نذكر اسم المسيح، وإحنا متأكدين إن هذا الاسم بيحمل قوة الله، بيحمل صنيع الله العجيب من أجل الإنسان، وأقام الموتى من القبور. فإذا يسوع عمل كل ما هو في صالح الإنسان. حينما نذكر اسم يسوع نذكره كمعلم صالح ونذكره كصانع للخير، كان يقول يصنع خيرا. اسمه يسوع هو اللي ترك لينا جسده ودمه رسم المحبة الأبدية، عشان كده في التناول بنقول جسد ودم عمانويل إلهنا بالحقيقة أمين. ترك لينا فعل التواضع لما غسل أرجل التلاميذ، فاسم يسوع إذن بيحمل أيضا فضائل كثيرة منها التواضع. أخيرا ترك لنا اسمه مكتوب على خشبة الصليب. لما بنقرأ ونفتكر بيلاطس الحاكم الروماني في ذلك الوقت بيقول الكتاب لم يجد فيه علة علشان يحكم عليه بالموت، لم يجد فيه علة ليحكم عليه بالموت، وراح كتب كده يافطة وعلقها على الصليب، كتب ايه؟ يسوع المسيح، يسوع الناصري ملك اليهود، يسوع الناصري ملك اليهود. ماليش حاجة يكتبها انه محكوم عليه بالاعدام بسبب كذا كذا كذا، ماليش حاجة يكتبها غير انه ملك اليهود، او بالاحرى ملك القلوب. يسوع المسيح الناصري هو ملك القلوب. بالفعل يسوع شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية، هو قدوس الله. وهذا الاعتراف هو اعتراف حتى كمان من الشياطين. الشياطين لما كان بيقترب منهم كانوا بيرتعدوا ويرتعبوا، وكانوا بيصرخوا ويقولوا ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ أنت قدوس الله. إذن بيلاطس اللي ملقيش علة ليحكم بالموت على المسيح غير أنه ملك اليهود، أراد أن يكون ملك القلوب. اسمه يسوع، هذا الاسم العجيب لما بيذكر على الأرض، لما بنذكره إحنا في حاجات كتيرة جدا بتحصل يمكن مش بنشوفها بس، لكن بالإيمان لازم نكون واثقين منها. لما بنذكر اسم يسوع ده بيزيد الملائكة والقديسين غبطة وفرح وسرور. حينما يذكر اسم يسوع على الأرض السماء تتهلل، الملائكة والقديسين والشهداء بيزدادوا غبطة وسرور وفرح وسجود. لما بنذكر اسم يسوع أحبائي بثقة مطلقة بتستجاب تلبطنا، لأنه ده كان وعد من وعود يسوع لينا لما قال كل ما تسألون الآب باسمي فأنا أفعله ليتمجد الآب في الابن، في يوحنا 14:13. إذن لما بنذكر اسم يسوع بثقة مطلقة بتستجاب طلبتنا
لأنه ده كان وعد من الوعود الإلهية من وعود يسوع لينا. اسم يسوع لما بنذكره هو قوة على الأرض، قوة عظيمة بتعمل لخير الإنسان، تعمل لخير الإنسان الروحي والمادي. لما بنذكر اسم يسوع في أعمالنا إحنا البسيطة وحتى الأعمال الكبيرة الجبارة، معناها أن بننسب حتى كل خير إحنا بنعمله، كل صلاح إحنا بنعمله لشخص يسوع. عشان كده تعلمنا من وإحنا صغيرين ليتمجد اسم يسوع، ليتمجد اسم يسوع دائما إلى الأبد. يتمجد اسم يسوع في حياتي، يتمجد اسم يسوع في كلامي، يتمجد اسم يسوع في أعمالي، في سلوكي، في علاقاتي. وحاجة جميلة جدا لما بنذكرها في طقوسنا دايما، اسم يسوع هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، قيامتنا كلنا. إذن اسم يسوع هو بالنسبة للإنسان المسيحي كل حاجة، كل حاجة. حياتنا كلنا، يعني دراستي وعلمي وعملي وأسرتي وأصدقائي وقيامي ونهوضي وكل حاجة، كل حاجة في حياتي هو يسوع، اسم يسوع. هو خلاصي، هو خلاصي اللي أنا بعيش ومتمتع بيه في الحياة واللي برجوه للآخرين. هو رجائي، رجائي في الأبدية، رجائي في الحياة الآتية، حياة ما بعد الموت. هو شفاؤنا من الأمراض، من الألام. هو قيامتنا، اسم يسوع هو قيامتنا وقيامة ذوينا. وعايز أذكركم أنه في سفر الأعمال الرسل الإصحاح الثالث من الآية 2 للآية 8 بيذكر لينا قديس لوقا الطبيب، مؤرخ تاريخ الكنيسة الأول، بيذكر لينا أنه أول معجزة تمت في الكنيسة الأولى هي تمت باسم يسوع. لو تتذكروا الأعرج المولود، أعرج وكان قاعد عند باب الهيكل بيستعطي، وكان داخل الهيكل بطرس ويوحنا، وهو بص ليهم كده وطلب منهم حسنة. فبطرس ويوحنا قالوا له بص لينا كده، احنا ما عندناش أي حاجة، ليس لدينا لا ذهب ولا فضة، ولكن يمكن الناس تشوف ان احنا ما عندناش المادة، ما عندناش الذهب والفضة، ولكن باسم يسوع الناصري قم وامشي. هم ده اللي كانوا بيملكوه، بيملكوا اسم يسوع. وامسكوا بايده وانهضوه، ويقول الكتاب ففي الحال تشددت ساقاه ورجلاه وثب واخذ يمشي، ودخل معهما الهيكل وهو يمشي ويقفز يسبح الله. يا سلام، أول معجزة، أول صنيع في حياة الكنيسة كلها كان باسم يسوع الناصري. اسم يسوع الناصري يخلينا نتشدد، يخلي رجلينا تتشدد، تشدد الركب المرتخية. اسم يسوع يخلينا ننهض. اسم يسوع يخلينا ندخل إلى بيته، إلى الكنيسة، وإحنا بكل فرح ندخل علشان نسبح الله. بدعوكم إنه نتعود من دلوقتي، ونعود ولادنا من صغرهم في سنهم الصغير إنهم يذكروا اسم يسوع. أذكر اسم يسوع دايما قبل أي عمل بتبدأ تعمله، أذكر اسم يسوع أثناء العمل ده، وأذكر اسم يسوع كمان بعده. وعلشان نتعود على ذكر اسم يسوع، خلونا نعمل فحص ضمير
لفترة كده مثلا وليكن لمدة أسبوع عشان نتعود إنه كل يوم نسأل نفسنا بالليل قبل ما ننام النهاردة أنا ذكرت اسم يسوع كم مرة وإمتى وليه وإيه اللي حصل بعد كده. أعتقد إنه لو كل يوم دربنا التدريب الروحي ده على ذكر اسم يسوع هنتعود عليه وهيبقى بالنسبة لنا يسوع هو بالفعل بيحقق المعنى اللي في هذا الاسم وهو المخلص والفادي. ليعطينا الرب نعمة وبركة ويقدسنا في اسمه يسوع المسيح إلهنا آمين. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فإن أظهر أنا الخاطي ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي. لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11 لأن هذا بالأثام حبلبي وبالخطايا ولدتني أمي. فما أجسر أن أنظر إلى علو السماء لكني أتكل أغلنا رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم ارحمني واغفر لي انا الخاطي. زك سباتريك ايوك اليوم ماتي. اسرع لي يا مخلصي بفتح الاحضان الابويه لاني افنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات. فالان اتكل على قنا رافتك التي لا تفرق فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لأني إليك يا رب أصرخ بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل أجعلني كأحد أجرائك. كان كرائك استوسي ونستوني ونن آمين. لكل اسم بحرص ونشاط فعلته ولكل خطيئة بالشوق واجتهاد ارتكبته ولكل عذاب وحكم استوجبته فهيئ لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء. فإليك أتضرع وبكي أستشفع وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى. وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي ولمعامرة الأعداء أهزمي ولأبواب الجحيم أغلقي لئلا يبتلعوا نفسي يا عروس بلا عيب للعريس الإلهي. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم. كرياليسون 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 قدوس رب الصباوت. السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس
الذي دعى علينا كرحمتك يا رب ولك خطايانا، وجعلنا مستحقين أن ندعوك قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد، وابطل سائر فخاخه المنصوب لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلاما بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف، وننهض للتسابيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ، والروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد، المسيح إله الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ، الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ بل أن يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباتنة، سهل حياتنا وارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، واشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. مذبحة قلب يسوع. السر الأول: إكراما لجرح اليد اليمنى. يا سيدي يسوع المحبوب والمصلوب، هو ذا نجاس أمامك باحترام عميق، متحدا بالقديسة مريم العذراء وجميع الملائكة والقديسين، لأكرم جرح يدك اليمنى المقدس، وأشكرك لحبك الذي لا حد له، هذا الذي جعلك تحتمل الأوجاع العديدة والقاسية تكفيرا عن خطاياي التي أبغضها من كل قلبي. ونسألك أن تنصر الكنيسة المقدسة على أعدائها، وتهب أبنائها أن يسيروا بقداسة في طريق شريعتك الإلهية. أيها الآب الأزلي، إني أقدم عظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية كفارة عن خطايانا ولأجل احتياجات كنيستك المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الطاهر كن خلاصي.
السر الثاني إكراما لجرح اليد اليسرى. يا سيد يسوع المحبوب والمصلوب، هذا نجاس أمامك باحترام عميق، متحدا بالقديسة مريم العذراء وجميع الملائكة والقديسين لأكرم جرح يدك اليسرى المقدس، وأسألك الصف عن خطأ المساكين وعن المنازعين. لا سيما من يرفضون بعناد التماس هذا الصفح. أيها الآب الأزلي، إني أقدم عظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية وفارة عن خطايانا ولأجل احتياجات كنيستك المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الطاهر، كن شفيعنا. السر الثالث إكراما لجرح الرجل اليمنى. يا سيدي يسوع المحبوب والمصلوب، هوذا نجاس أمامك باحترام عميق، متحدا بالقديسة مريم العذراء وجميع الملائكة والقديسين لأكرم جرح رجلك اليمنى المقدس، وأسألك النعمة التي تنبت القداسة ظهورا عديدة بين الإكليروس وكل من كرسوا أنفسهم لك. أيها الآب الأزلي، إني أقدم عظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية كفارة عن خطايانا ولأجل احتياجات كنيستك المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الطاهر، كن شفيعنا. السر الرابع إكراما لجرح الرجل اليسرى. يا سيدي يسوع المحبوب والمصلوب، هوذا نجاس أمامك باحترام عميق، متحدا بالقديسة مريم العذراء وجميع الملائكة والقديسين لأكرم جرح رجلك اليسرى المقدس، وأسألك أن تنيح أنفس الموتى، لا سيما تلك التي كانت مدة حياتها متعبدة لجرحاتك المقدسة. أيها الآب الأزلي، إني أقدم عظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية كفارة خطايانا ولأجل احتياجات كنيستك المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع المتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الطاهر، كن شفيعنا. السر الخامس، إكراما لجرح الجنب المقدس. يا سيد يسوع المحبوب والمصلوب، هوذا أنا جاس أمامك باحترام عميق، متحدا بالقديسة مريم العذراء وجميع الملائكة والقديسين، لأكرم جرح جنبك المقدس، وأتوسل إليك راجيا أن تبارك وتستجيب كل الذين أوصوني أن نصلي من أجلهم. أيها الآب الأزلي، إني أقدم معظمتك الإلهية دم سيدنا يسوع المسيح الثمين للغاية، كفارة عن خطايانا ولأجل احتياجات كنيستك المقدسة. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. يا قلب مريم الطاهر، كن شفيعنا. صلاة تعويض لقلب يسوع الأقدس. يا يسوع، يا مخلص البشر، إننا نكثو أمامك باتضاع، متوجعين توجعا مرا لما لحق وما يلحق بك كل يوم من الإهانات الفظيعة، فتنازل واقبل منا فرائض الإكرام وخالص الاتضاع، تعويضا عما أتيناه من الخيانة ونكران الجميل نحو قلبك الأقدس. يا قلب يسوع، يا أقدس القلوب وأحنها، أي شيء لم تفعل لتكون محبوبا من البشر، فإنك هجرت لأجلهم مقر عظمتك ومجدك، وبذلت دونهم كل شيء حتى أهرقت دمك الطاهر تعزية وملجأ لنا، نورا وقوتا لنفوسنا في مسالك هذه الحياة الوعرة. أما نحن فبماذا قابلنا هذه المحبة؟ إننا وأسفاه، بدلا من أن نقابل الحب بالحب، لم نكف عن عصيانك والإساءة إليك، فمن ثم نسألك المغفرة أيها الراعي الصالح. يا من لا يعرف غير المحبة والتألم عن جميع المرائر التي سببناها لقلبك الأقدس، وعن تراخينا في العبادة ومناولاتنا الفاترة وسيرتنا المجردة عن التقشف والفضيلة، يا يسوع، يا حمل الله الحامل خطايا العالم، تناسى أثامنا، تناسى جحودنا، يا ليت لنا قلوب جميع البشر فنقدمها كلها ذبيحة لمحبتك، لتكن ابتهالات عبيدك هؤلاء يا يسوع آئلة إلى إخماد الغضب الإلهي، ولتفتح لنا يوما أبواب الفردوس لنملك معك
إلى دهر الداهرين آمين. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. لك القوة والمجد والتسبيح إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن ندعوك بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يمينك يا رب القادر على كل شيء، فليباركنا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون معكم ومع ربك. أعزائي مستمعي راديو مريم، كنا ننقل لكم صلاة الغروب مباشرة، وتخللها عظة للأنبا دانيال لطفي مطران إبرشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك من إكليريكية القديس لاوون بالمعادي القاهرة مصر. صلاة مباركة للجميع. هذه الصلاة نقلت على أثير راديو مريم. تابعوا راديو مريم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي www.radiomaryam.org.